السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا بكم في درس جديد لمادتنا مادة العلوم. هنستكمل حديثنا يا ولاد في دروس الوحدة الثالثة اللي كانت بعنوان الأرض والكون. هناخد مع بعض الدرس الثاني اللي بعنوان كوكب الأرض. تعالوا بينا نشوف مع بعض سؤال المراجعة الجزئية، وسؤالنا بيقول أكمل أكبر الكواكب حجما هو نقط وأكبرها كثافة نقط. نقول مع بعض كده، أكبر الكواكب حجما هو كوكب المشتري، وأكبرها كثافة طبعا ده كوكب من كواكب المجموعة الداخلية وهو كوكب الأرض. شوف السؤال التاني بيقول لي قوة الجاذبية بين جسمين تتوقف على. برافو عليكم، أول حاجة كتلة الجسمين، وتاني حاجة يا ولاد كنا بنقول المسافة بين الجسمين. طبعا موضوع درسنا النهاردة بقى بيتكلم عن كوكب الأرض، تعالوا بينا نشوف مع بعض. أول حاجة بنتكلم عليها النهاردة في الدرس يا ولاد وصف كوكب الأرض. موقع الأرض يا ولاد، تحتل الأرض المركز الثالث بعدا عن الشمس، يعني احنا قلنا عندنا كوكب العطارد والزهرة، بعد كده مين؟ الشمس، بعد كده الأرض، بعد كده المريخ. تبعد الأرض عن الشمس بحوالي 150 مليون كيلومتر، وتقع الأرض بين كوكبي الزهرة والمريخ. نيجي نشوف أولاد زمن دورة الأرض حول الشمس. طبعا احنا عارفين كل كوكب من الكواكب بيدور حوالين الشمس في مدار بنقول عليه مدار تقريبا شبه بيضاوي أو بيضاوي. طب بالنسبة بقى لكوكب الأرض بيستغرق قد إيه في دورته حول الشمس؟ قال لي بيستغرق 365.25 يوما، اللي هي 365 وربع يوم، وده اللي أنا بسميه السنة الأرضية. بعد كده يا ولاد هنتكلم عن شكل كوكب الأرض. الأرض جسم كروي يكاد يكون بيضاوي مع تفلتح بسيط عند القطبين وانبعاج عند خط الاستواء زي ما انت شايف كده في الصورة، هو غير كامل الاستدارة. كتلة الأرض يا ولاد، تعتبر كتلة الأرض هي الأكبر بالنسبة للكواكب الداخلية، ومتوسط كتلة الأرض حوالي 5.9 × 10^24 كيلو جرام. 5.9 × 10^24 كيلو جرام. تعالوا بينا نشوف حجم الأرض. طبعا احنا لما جينا قسمنا حجم الكواكب بالنسبة او ترتيب الكواكب بالنسبة لأحجامها، هنقول ان كوكب الأرض يعتبر كوكب متوسط الحجم بالنسبة لباقي كواكب المجموعة الشمسية. طب لما اجي اقول بقى اعلل، يا ترى بقى ايه ليه كوكب الارض متوسط الحجم؟ قال لي لان طبعا كوكب الارض هو اكبر الكواكب الداخليه ويعتبر اصغر الكواكب الخارجيه. طب تعالوا بينا نشوف بتحتل الارض الترتيب الكام بالنسبه للحجم؟ قال لي الترتيب الرابع تصاعديا من حيث الحجم، يعني هي رابع كوكب في الترتيب التصاعدي بالنسبه للايه للحجم. لو جينا اتكلمنا بعد كده يا اولاد عن خصائص كوكب الارض التي تكفل استمرار الحياه، احنا عندنا معلومه قبل كده بتقولي ان كوكب الارض يطلق عليه كوكب الحياه. تعال نعرف الاسباب اللي مخليه فيه حياه. اول حاجه وجود غلاف جوي، اتنين يا اولاد وجود غلاف مائي، رقم ثلاثة يا اولاد درجه حراره مناسبه، رقم أربعة الجاذبيه الارضيه، ورقم خمسة واخر حاجه الضغط الجوي المناسب. الغلاف الجوي والمائي، درجة الحرارة المناسبة، والجاذبية، والضغط الجوي المناسب. تعالوا بينا نتكلم عن أول حاجة اللي هو الغلاف الجوي للأرض. زي ما احنا شايفين كده ولاد ان كوكب الارض محاط بغلاف جوي اللي بنقول عليه الغلاف الغازي، ده عبارة عن خليط من عدة غازات يحيط بكوكب الارض، وطبعا يظهر في الصورة الملتقطة لكوكب الارض من على سطح القمر على هيئة لون ابيض. يعني احنا دلوقتي لو بنلتقط صورة للارض واحنا واقفين على سطح كوكب على سطح القمر، هنشوف الغلاف الجوي دوت او الغلاف الغازي دوت على هيئة لون ابيض زي ما انت شايفه كده عندك في الصورة التانية. بعد كده يا ولاد هنتكلم على أهمية الغلاف الجوي. يتكون الغلاف الجوي من غازات لها أهمية كبيرة في حياتنا، مثل أول حاجة غاز الأكسجين، ده نسبته 21%. طبعا انت عارف قبل كده ان هو تستخدمه جميع الكائنات الحية في عملية التنفس، برافو، كما انه يساعد في عمليات احتراق الوقود. لو جينا اتكلمنا عن بقية الغازات، انا عندي غاز النيتروجين ده بيمثل 78%، ومن اهميته ان هو بيخفف من تأثير غاز الاكسجين في عملية الاحتراق. طبعا احنا عارفين ان الاكسجين يشتعل ولا يساعد على الاشتعال،
ولو حصل مثلا احتراق في مكان ما، حريق او اي حاجه، لولا وجود النيتروجين لكان الاحتراق دوت او الحريق دوت يظل مشتعل الى ما شاء الله. طبعا كمان النقطه الثانيه من اهميه غاز النيتروجين ان النبات الاخضر بيستخدمه في تكوين المواد البروتينيه. تالت حاجة أولاد عندنا غاز ثاني أكسيد الكربون، وده بيمثل 3% من مكونات أو من غازات الغلاف الجوي. طبعا احنا عارفين ان ثاني أكسيد الكربون من الغازات المهمة جدا خاصة للنباتات الخضراء، لأنه مكون أساسي من مكونات إتمام عملية البناء الضوئي اللي بيقوم النبات من خلاله بتكوين الغذاء لنفسه طبعا ولجميع الكائنات الحية. بعد كده يا ولاد هنتكلم على يحدث في الغلاف الجوي ظواهر الطقس والمناخ، مثل اول حاجة حركة الرياح، تاني حاجة تكوين السحب، تالت حاجة سقوط الامطار. حد يقول لي طب هي الحاجات دي مهمة في الحياة؟ مفيش حاجة بتحصل يا ولاد من الظواهر الطبيعية اللي هي بتحدث في كوكب الارض الا ولها اهمية كبيرة في استمرار الحياة على كوكب الارض. لما نيجي نشوف الامتداد العظيم للغلاف الجوي في الفضاء بيعمل على ايه. طبعا اول حاجة ولاد وكنا اتكلمنا عنه لي في الدرس اللي فات، بيقول لي احتراق الملايين من الكتل الصخرية الصغيرة في صورة شهب قبل وصولها لسطح الارض. تخيل كده لو سطح الارض كل الكتل الصخرية الهائمة في الهواء ديت لما تخرج من المدار بتاعها وتبتدي تدخل على كوكب الارض اكيد هتعمل كوارث، ولكن بفضل الغلاف الجوي بيحصل احتكاك للكتل ديت بجزيئات الغلاف الجوي وبتتحرق احتراق تام في صورة شهب، ودي اللي انا بشوفها على هيئة سهام ضوئية. تاني حاجة ولاد بتعمل على ابطاء سرعة النيازك الكبيرة. ما هي الكتل الصخرية الكبيرة بقى لما بتيجي تدخل الغلاف الجوي السطح الخارجي بتاعها بيتحرق، ولكن الجزء الداخلي يعني كأنها بتخلصني من جزء كبير جدا من النيزك، وتبتدي الجزء اللي فاضل دوت بيسقط على الارض، وطبعا كده بيكون انا قللت من ايه، من حجمه، وكمان بطأت من سرعته. نكمل يا اولاد بعد كده. طبعا احنا لسه بنتكلم فين؟ في الغلاف الجوي. يساهم في الحفاظ على درجة الحرارة المناسبة لكوكب الارض. يحتوي على طبقة الاوزون التي تحمي الكائنات الحية من خطر الاشعة فوق البنفسجية الضارة. وطبعا الجزء ده هيتدرس بالتفصيل يا اولاد في تانية اعدادي، لان هو في تانية اعدادي بيدرس لك الغلاف الجوي بالتفصيل، هتعرف ان طبقة الاوزون دي مهمة في حماية كوكب الارض من الاشعة فوق البنفسجية الضارة. تعالوا بينا نشوف سؤال علل. سؤالنا بيقول علل لولا طبقة الاوزون لهلكت كل الكائنات الحية على سطح الارض. طبعا زي ما احنا شايفين كده ليه الغلاف او لطبقة الاوزون اهمية كبيرة، لانها بتحمي الكائنات الحية من خطر الاشعة فوق البنفسجية الضارة. بعد كده يا ولاد ماذا يحدث لو لم يوجد غلاف جوي حول الارض؟ هنقول كده لان عدمت الحياة على سطح الارض. كده اول حاجة ليه بقى يا مستر؟ لان الغلاف الجوي له خصائص تساعد فيه على استمرار الحياة، فسيكون سطح الارض عرضة للدمار بسبب سقوط الاجسام الفضائية بسهولة. طبعا ده كله ملخص اللي احنا قلناه قبل كده. هتنعدم الحياة ليه؟ لانه له خصائص تساعد على استمرار الحياة، يساعد في التنفس والاحتراق و الى اخره. وكمان هيكون كوكب الارض عرضة للاجرام السماوية والاجسام الفضائية الصخرية اللي هي قد تدخل بسهولة الى كوكب الارض لو انعدم وجود الغلاف الجوي. تعالوا بينا بقى نتكلم عن تاني حاجة. احنا بعد ما اتكلمنا عن الغلاف الهوائي اتكلم دلوقتي عن الغلاف المائي للأرض. زي ما احنا شايفين في الرسمة اللي عندنا بيقول ان المسطحات المائية على سطح الأرض بتمثل 71% زي ما انت شايف، واليابس طبعا بيمثل 29%. طب المسطحات المائية اللي على سطح الأرض ديت عبارة عن ايه؟ قال لي عبارة عن محيطات وبحار وبحيرات وأنهار، تمام؟ طب زي ما انت شايف ان اليابس بيمثل 29% فقط، واليابس بالنسبة لي عبارة عن الجبال والوديان والسهول والجزر. بعد كده يا اولاد هنقول كده تنقسم المياه على سطح الارض الى اول حاجة مياه مالحة نسبتها 97%، وتوجد فيها البحار والمحيطات والبحيرات المالحة. بعد كده يا اولاد المياه العذبة نسبتها 3%، و توجد في الأنهار مياه عذبة، البحيرات العذبة، والجليد عند القطبين أو الجليد الموجود عند القطبين، والمياه الجوفية. تعالوا
تعالوا بينا نشوف يا اولاد اهميه الغلاف المائي. طبعا الغلاف المائي ليه اهميه كبيره جدا. نشوف اول اهميه، طبعا اول حاجه ميه، انا بتكلم على الميه والميه دي سر الحياه اللي بتستخدمه النباتات الخضراء اثناء عمليه النبات الضوئي لتكوين الغذاء. تاني حاجه اولاد بيستفيد منه الانسان في اتمام عمليه الهضم، عشان كده جسمنا محتاج كميه ماء مناسبه طبعا عشان عمليه الهضم دي تتم بكفاءة، وكمان يحصل امتصاص للغذاء وجسمنا يستفيد منه. قال لي طبعا المية بتدخل في تركيب الدم، والدم دوت مكون اساسي جدا في جسمنا، وكمان اولاد بيحافظ على ثبات درجة حرارة الجسم. تالت حاجة عندنا اولاد في بالنسبة للغلاف المائي، يساعد على بقاء درجة حرارة الارض مناسبة لحياة الكائنات الحية. هو بيئة الحياة لأعداد كبيرة من الكائنات الحية. طب لدرجة كام يا مستر تقريبا؟ قال لك توجد في البيئة المائية حوالي 50% من أنواع الكائنات الحية المعروفة على كوكب الأرض. السؤال هنا بيقول لك إيه؟ علل. يعتبر الغلاف المائي بيئة الحياة لأعداد كبيرة من الكائنات الحية، هقول كده، لأنه يعيش في البيئات المائية أكثر من 50% من أنواع الكائنات الحية. تعالوا بينا نتكلم عن حاجة تالتة اللي هي درجة الحرارة المناسبة. طبعا لما نيجي نتكلم على سطح الأرض هنقول إن درجة الحرارة على سطح الأرض مناسبة سواء كانت ليلا أو نهارا. ليه إيه؟ لاستمرار حياة جميع الكائنات الحية. لو جه السؤال هنا يا أولاد وقال لي علل ليه درجة حرارة سطح الأرض مناسبة لاستمرار حياة الكائنات الحية، هقول لإن الأرض بتقع في موقع متوسط بالنسبة للشمس. بعد كده يا ولاد هنتكلم على الجاذبية. طبعا ديت من أسباب الحياة على كوكب الأرض. تحافظ جاذبية الأرض على استمرار الحياة من خلال أول حاجة مستر ثبات واستقرار الأشياء والكائنات الحية على سطح الأرض. هو إيه اللي مخلي الغلاف الجوي مستقر؟ الجاذبية. وإيه اللي مخلي الغلاف المائي مستقر؟ الجاذبية. وإيه اللي مخلي الإنسان والحيوان والنبات مستقرين على سطح الأرض؟ برضو مين؟ الجاذبية. نتكلم برضو أولاد عن الجاذبية وأهميتها. بنقول إن برضو اللي لولا أو بفضل الجاذبية بيحصل استقرار للغلاف المائي في مكانه على سطح الأرض. طب ده احنا قايلين إن المسطح المائي بيمثل قد إيه؟ 71% اللي هي بقى عبارة عن البحار والمحيطات والأنهار. لولا الجاذبية لا إيه تطيرت طبعا الإيه المسطحات المائية ديت في الهواء. قال لي كمان أولاد من أهمية الجاذبية احتفاظ الأرض بالغلاف طبعا الجوي المحيط بها. بعد كده يا اولاد الضغط الجوي المناسب على كوكب الارض. احنا اتفقنا ان في غلاف جوي حوالين كوكب الارض. طب الغلاف ده مكون من مجموعه من الغازات. طب ما الغاز ده ليه كتله، الكتله ليها وزن، والوزن ده بيضغط على كوكب الارض. بس من حسن حظنا يا اولاد ان الهواء اللي ضاغط على سطح الارض زي ما انت شايف كده في الصوره، الضغط بتاعه ضغط مناسب، لا هو ضغط منخفض ولا هو ضغط مرتفع. هنقول كده ان الضغط الجوي على سطح الارض يعادل 76 سنتيمتر زئبق، ويعتبر هذا الضغط مناسب لاستمرار الحياة على سطح الارض. تعالوا بينا يا اولاد نشوف مع بعض سؤالنا، سؤال المتفوقين، وسؤالنا بيقول علل كوكب الارض هو الكوكب الوحيد الذي توجد حياة على سطحه. كوكب الارض هو الكوكب الوحيد الذي توجد حياة على سطحه. هناخد بعد كده يا اولاد التركيب الداخلي للكرة الأرضية. احنا طبعا هناخد النهاردة ان الكرة الأرضية ليها قشرة أرضية وليها عدة طبقات بعد القشرة الأرضية. يعتقد العلماء ان الجزء الداخلي للأرض كان في صورة منصهرة عند نشأتها. علل. طب ليه يا مستر بيعتقد الاعتقاد دوت؟ هقول كده، بسبب الارتفاع الشديد في درجة حرارة باطن الأرض. بسبب الارتفاع الشديد في درجة حرارة باطن الأرض. نتيجة الأرض يا أولاد، نتيجة حركة الأرض حول مركزها حدث هبوط للعناصر الثقيلة اللي هم الحديد والنيكل. حد شاطر مركز يقول لي يعني كده قصد حضرتك إن اللي في باطن الأرض ده الحديد والنيكل؟ برافو عليك. اتجهوا نحو مركز الأرض وصعدت المكونات الأخف في الكثافة لأعلى. زي ما أنت شايف كده. مما أدى إيه بقى؟ إحنا قلنا يا مستر أدى ذلك إلى تكوين عدد من الطبقات زي ما قلنا من شوية، لكل منها صفات تميزها عن غيرها.
يعني ملخص الكلام ان انا نتيجة الارتفاع الشديد في درجة حرارة باطن الارض في نوع من المعادن مثل الحديد والنيكل هبط في باطن الارض والعناصر الاخف صعدت لاعلى، ادى ذلك لتكوين عدة طبقات. تعالوا بينا نشوف يا اولاد طبقات الغلاف الجوي كام طبقة. بيقول لي تتكون الارض من ثلاث طبقات زي ما انت شايف كده، عندي الطبقة الاولى اللي انا بسميها القشرة الارضية، والطبقة الثانية اسمها الوشاح، والطبقة الثالثة اسمها لب الارض. لو جينا نتكلم عن الطبقة الاولى اللي هي القشرة الارضية زي ما انت شايف كده على الرسمة، طب لما اجي اوصفها هقول هي عبارة عن طبقة خارجية صلبة وخفيفة نسبيا، بيتراوح سمكها بين من 8 الى 60 كيلو متر، وعلى فكرة دي اقل طبقات الارض سمك، دي اللي بنسميها الطبقة الايه الخارجية. قال لي تاني طبقة اللي هي طبقة الوشاح، دي يا ولاد بنقول عليها طبقة صخرية بتتكون من جزئين، وشاح علوي ووشاح سفلي، وسمكها حوالي 2885 كيلو متر. بعد كده يا ولاد الطبقة الثالثة اللي هي لب الأرض، هنعرف دلوقتي إن هي بتنقسم إلى جزئين. أول حاجة لب خارجي، طيب هو طبقة من الفلزات توجد في حالة منصهرة، سمكها تقريبا 2100 كيلو متر. مرة كمان، اللب الخارجي هو طبقة من الفلزات توجد في حالة منصهرة، سمكها حوالي 2100 كيلو متر. تعالى الناحية التانية، هنتكلم على يسار الشاشة اللب الداخلي، ده بقى آخر حاجة موجودة من الطبقات في باطن الأرض، هو طبقة صلبة غنية بالحديد والنيكل، نصف قطره حوالي 1350 كيلو متر. نكمل كلامنا ولاد على لب الارض. بيقول لي كده ان لب الارض هو الاكبر سمكا في طبقات الارض، لو جمعنا السمك بتاع اللب الداخلي واللب الخارجي هنقول ان هما تقريبا بيكونوا على بعض حوالي 3450 كيلو متر. بنقول بقى ان اللب الداخلي للارض ده غني بالحديد والنيكل، وده الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه في الاول، ان المعادن ديت عشان ثقيلة نزلت في باطن الكرة الارضية وكونت لي ما يسمى باللب الداخلي. لما نيجي نقول بقى السؤال علل ليه اللب الداخلي للارض غني بالحديد والنيكل، هقول للسائلين طبعا لانهما من العناصر الثقيلة التي هبطت نحو مركز الارض نتيجة حركة الارض حول مركزها. بعد كده يا ولاد اخر حاجه معانا النهارده هنخلص بيها الدرس، هنقول سؤال المتفوقين بتاعنا، رتب طبقات الارض من الداخل للخارج مع توضيح سمك طبقه لب الارض. تاني، رتب طبقات الارض من الداخل الى الخارج مع توضيح سمك طبقه لب الارض. اتمنى يكون درسنا النهارده سهل واستفدتوا معانا، وان شاء الله اشوفكم في درس جديد مع فيديو جديد لماده العلوم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.